بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. هنبدأ ان شاء الله النهاردة الدرس الرابع من دروس دورة مايكرو تك اي بي اي لعمل سيستم خاص بشبكتك. احنا اخدنا المرة اللي فاتت ازاي انك انت بيتم جلب الكلاس الخاص بالاي بي اي، وعملنا ملف، سميناه اي بي اي دوت بي اتش بي. الملف ده حطينا بداخله او وضعنا بداخله الكلاس اللي موجود عندنا. الكلاس جبناه من الموقع الرسمي لشركة مايكروتك. هنبدأ نشرح ايه هو الكلاس وايه هي الفانكشنز وايه هي المتغيرات. الكلاس بشكل بسيط هو هيكل، يوجد بداخله متغيرات ووظائف. ايه هي المتغيرات وايه هي الوظائف وكيف بيتم كتابة الكلاس؟ بيتم كتابة الكلاس بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بكتب كلاس وبكتب الاسم الخاص بالكلاس وابدأ افتح قوسين، بدايته ممكن اخليه كده مفيش مشاكل، لو انا اخدت سطر مفيش اي مشكلة، بس طبعا عشان الشكل فانا ببدأ انزل سطر تحت، بيبقى اوله هنا واخره خالص في اخر الصفحة خالص، هو ده اخر الكلاس بيكون عندي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب هنبدأ نشرح ايه هي المتغيرات اللي بتكون بداخل الهيكل ده او بداخل الكلاس ده. المتغير هو بنرمز له بالاس دولار، علامة الاس دولار، وبكتب اسم المتغير وببدأ ادي له قيمة. يبقى المتغير انا ببدأ اكتب اس دولار وببدأ اكتب قيمة المتغير وببدأ ادي له قيمة. طيب ايه الفار دي؟ الفار يعني كلمة او يعني بتتكتب لما بكون بداخل كلاس، يعني انا بقول له ان المتغير ده بيساوي فولس وترو. فولس يعني مش موجود، القيمة الاساسية بتاعته او الديفولت بتاعه بتكون فولس، انما ترو يعني الحاجة دي موجودة او يعني ايه المتغير ده موجود فعلا، فانا بدي له قيمة فولس الحين اغيره تحت خالص لان هو اسمه متغير، سواء استخدمته هيشتغل معايا ما استخدمتوش خلاص هياخد القيمة الأساسية بتاعته فولس. الكونكتد نفس النظام، متغير اسمه كونكتد، البورت، هو البورت بتاع المايكروتك وهنعرف احنا ازاي بنستخدمه تحت في الكلاس. بياخد طبعا بديله البورت اللي زي ما موجود عندي في الوين بوكس. هنا التايم اوت ده الوقت بتاع انتهاء وقت انتهاء الاتصال، التيمبتس، الكلام ده كله احنا كل ده ما يهمناش. احنا كل اللي يهمنا ان انا ازاي اعمل اتصال وازاي ابدا استخدم الفانكشنز دي وازاي ابدا استخدم الكلاس. هنا انا قبل ما اكتب الفانكشن، هو داله، بتكون موجوده بتنفذ لي اكتر من امر، يعني انا بستدعيها في اي وقت بتنفذ لي اكتر من امر. يعني الدالة كمان بيكون بداخلها متغيرات، كل الكلام ده احنا مش هنستفاد منه بحاجة، بس احنا هنبدأ نستخدمه ونعرفه بشكل بسيط جدا. قبل الفانكشن في فانكشن بسميه بابليك وفي فانكشن بسميه برايفت وفي فانكشن بسميه ستاتيك. بابليك يعني عام، يعني الفانكشن ده عام انا ممكن استخدمه في كل الصفحات اللي عندي. برايفت يعني الفانكشن ده مخفي وهكذا. فاحنا هنبدأ ايه اللي هنستخدمه من الكلام ده كله؟ اللي هنستخدمه من الكلام ده كله يعتبر بشكل اساسي اللي هنستخدمه اكتر حاجة هنستخدمها فانكشن اسمه ABI.com و ABI.connect و ABI.write. ABI.connect هو الاتصال، اسف الفانكشن كونكت والفانكشن رايت والفانكشن COMM.com. الكونكت بياخد حاجة اسمها بارامتر، الفانكشن بشكل عام ممكن ياخد بارامتر، يعني بياخد اكتر من حاجة، وببدأ استخدم المتغيرات دي تحت بحيث ان هي تجيب لي النتيجة اللي انا عايزها، تجيب لي نتيجة معينة من الكلام اللي انا كاتبه تحت ده. وممكن ان انا مديهاش بارامترات خالص واخلي القيم اللي هنا ثابتة، يعني انا هنا لو جبت الاي بي هلاقيه مستخدمه تحت، يعني انك انت لو كتبت هنا، يعني انت اول ما تيجي تستدعي تكتب كونكت تكتب الاي بي الخاص بيك، الاي بي تلقائي هيتنقل هنا فيبدا يعمل اتصال بالداله اللي هو واخدها. هنبدا ان شاء الله عشان في ناس طبعا مش هتكون معانا، فاحنا هنبدا على طول في ان انا ازاي اعمل اتصال وازاي
هنبدأ إن شاء الله ندخل في المجال ده على طول إن شاء الله النهاردة. هبدأ أنا هنا عملت استدعاء واتكلمنا إن أنا require owns و include و include owns و require، كل دول دوال بتعمل استدعاء للملف الخاص بي سواء كان PHP سواء HTML سواء أي ملف بعمل له استدعاء بالدال اللي اسمها require owns. هنا عرفت له متغير سميته API. طيب المتغير ده ايه نظام المتغير ده؟ بيساوي نيو راوتر اي بي اي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا قايله كده يعني بطريقه عامه كده، يعني إيه انك انت يا متغير خد القيم بتاع الكلاس اللي اسمه راوتر اي بي اي اورس منه، يعني انت خد قيمته، خد قيمه الكلاس اللي اسمه راوتر اي بي اي. طيب بعد كده هبدا بقى استخدم ايه بدل ما انا هكتب راوتر اي بي اي الفانكشن. الطريقه اللي انا استدعي بيها الفانكشن اللي هو كونكت ازاي هتكون بالشكل ده. هكتب علامه الاس دولار واكتب الاي بي اي اللي هو المتغير بتاعي، وابدا اكتب علامه اس، اكتب السالب، اسف اكتب سالب، وببدا اكتب اكبر من، وابدا هنا اكتب اسم الفانكشن بتاعي. انا عندي فانكشن اسمه كونكت، فانا ببدا اكتب كونكت وابدا اكتب البارامترات بتاعتي زي ما احنا شرحنا من شويه. البارامترات بتاعتي انا هكتب مثلا الاي بي اللي عندي، انا هكتب 1.10.40.47.1. طيب الاسم، اسم المستخدم بتاعي، اسم المستخدم اللي انا مسجل بيدخول اسمه ادمن، الباسورد بتاعي 123. هل الكلام ده ينفع؟ الكلام ده ينفع ما فيهوش اي مشكله. طيب خلينا ان هو ما تمش اتصال، خلينا ما فيش اتصال. لو ما فيش اتصال يبقى انا هبدا اعمل شرط. الشرط بيتم ازاي؟ الشرط بيتم بقف الشرطيه وببدا اكتب الكلام اللي بداخل الشرط، افتح قوسين وابدا اكتب الكلام اللي بداخل الشرط. لو تنفذ الكلام ده نفذ الامر الفلاني، لو ما تنفذش اديني رساله خطا ان الكلام ده ما تنفذش. فانا ببدا اكتب اف الشرطيه بتكتب بالشكل ده، وابدا اكتب القوسين بتوعها كده، وببدا اكتب القوسين التانيين اللي هم شيفت جيم وشيفت دال. دي الصيغه الاساسيه لاف الشرطيه بتاعتي اللي انا بكتبها. هنا ببدا اكتب الشرط اللي لو اتنفذ هيكمل لي هنا. طب ايه الشرط اللي انا هكتب ابدا اكتبه؟ هبدا اكتب له ان هو لو اف كونكت، يعني لو تم الاتصال. انا لو نقلت الكلام ده كله هنقوله هنا كده، وابدا اشرب، ابدا امسح اسف اللي موجود عندي فوق. طب هل ينفع الكلام ده؟ يعني هل الطريقه دي صح كده؟ لا، انا ما ينفعش طبعا ان انا انهي بالفصل المنقوطه، لان ايه؟ لانها مش نهايه السطر، لانها مش نهاية السطر. كمان انا لما اكون فاتح قوس لازم ما ينفعش اكتب الفصل المنقوط في اخر السطر، لازم لما تنتهي خالص واقفل، لازم لما ينتهي خالص السطر وابدا اقفل القوس اللي موجود عندي. فانا بقول هنا اف لو كونكت، اف لو كان فعلا متصل، اكو يعني اطبع، اكو يعني اطبع. انا لما بكتب له اكو يعني اطبع لي قيمة في المتصفح، وابدا اعمل دبل كوتيشن وابدا اكتب الكلام اللي انا عايز اكتبه. مثلا هلو ادمن. طيب لو ما كانش الكلام ده، يعني لو ما كانش عمل اتصال فعلا، هيبدا يديني امر بان ما فيش اتصال، فابدا اكتب له ايلس. ايلس يعني لو ما كانش موجود الكلام ده. طيب انهي بكده؟ لا، لازم طبعا افتح القوسين بتوعي اللي هم موجودين عندي. يعني لو ما كانش كده اكو مثلا disconnected. تمام، يعني احنا ممكن نكتب فوق كونكتد وتحت ديسكونكتد، يعني اتصل وهنا لم يتم الاتصال. اي كساله يعني زي ما انت عايز. احنا طبعا هنبدا ان احنا نكتب الشروط بتاعتنا كلها هنا والكلام بتاعنا كله هنا ان شاء الله، بس هنبدا نشوف هل فعلا تم الاتصال ولا لا. هنا انا بس كنت شغال بالفلاشه فهبدا اطلع عشان يشتغل معايا هنا. اسف.
هنا انا كده عملت اتصال، هنا لو رحت شغلت الوين بوكس فعلا اشتغل معايا كده. انا هبدأ اعمل استعلام، يعني انا هنا الوين بوكس اشتغل معايا، انا لسه ما جربتش اي حاجة من الاكواد اللي انا كتبتها. هبدأ افتح المتصفح عندي وابدأ اكتب المسار بتاعي، اكتب لوكال هوست واكتب مايكروتيك الملف اللي احنا عملناه. هبدأ اعمل ريفريش للصفحة، لو لاحظنا هنا اسف هنلغي الكلام ده كله بس مؤقتا كده. في خطأ، خطأ من الكلاس نفسه 683. طبعا هنا كونكتد، اسف طبعا الخطأ كان خطأ مني في نسخ الكود. هنا طبعا كونكتد يعني تم الاتصال. طيب انا عايز اتأكد من مايكروتيك فعلا ان هو اتصل. هنا ابدأ افتح اللوج، هنا عندي بيقول لي ايه لوجد ان 10.40.47.54. الكلاس بتاعي اسف الاي بي بتاعي عمل اتصال بالاي بي اي. طب تعالى نعمل ريفرش تاني، هو في البي اتش بي طبعا بيعمل اتصال وبيخرج. هنا ابدا اعمل ريفرش تاني اشوف هل يعمل اتصال فعلا ولا لا. هنا لو رحت شفت تاني هلاقيه ان هو عمل فعلا اتصال بالاي بي اي. وبكده يكون درس النهارده خلص. ان شاء الله الدرس القادم هنبدا نتعمق اكتر واكتر واكتر ان شاء الله. كل اللي بنرجو منكم دعمنا بلايك وشير ومتابعتنا لاهم واخر الدروس ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.